أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. التحديات التي تواجه بلادنا تحتاج إلى المزيد من الجهود والقضاء وإبداء الحلول والحكامة في التدبير. ومن أهم هذه التحديات إشكالية الماء التي تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية. فتوالي 6 سنوات من الجفاف أثر بشكل عميق على جد الاحتياطات المائية والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق لا سيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصائص في الماء. وفتحنا نجدد على ضرورة التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي 2020-2027 الذي ساهم والحمد لله في التخفيف من حدة الوضع المائي. ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد هدف استراتيجي في كل ظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشرب لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني. وفي هذا السياق لا بد من استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة. وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الإرادي والطموح، ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من الأحواض المائية من خوض واد لو واللوكوس إلى حوض أم الربيع مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه التي كانت تضيء في البحر. كما ستتيح هذه المشاريع توزيع المجاري متوازنا للموارد المائية الوطنية. ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها، والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا. وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة. ويبقى التحدي الأكبر وإنجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بها في الآجال المحددة دون أي تأخير. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العرش المجد.